يواصل القطاع غير النفطي في مملكة البحرين تحقيق منجزات تنموية نتيجة للجهود المستمرة في تعزيز التنويع الاقتصادي. وتأتي هذه المنجزات في ظل المسيرة التنموية الشاملة والتي حققت نهضة اقتصادية ملموسة شهدها الاقتصاد الوطني بفضل السياسات الواعية والنظرة الواقعية لحاضر ومستقبل الاقتصاد والتنمية. إن المتتبع للمؤشرات التي نشرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي أتت ضمن التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من عام 2024 يرصد بوضوح نهضة القطاع الاقتصادي في المملكة، لا سيما وأن الاقتصاد البحريني اليوم يعد اقتصادا متنوعا ومتوازنا ومستدما على أسس راسخة. وبحسب التقرير الأخير للربع الثاني من عام 2024 سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1.3% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%. وسلط التقرير الضوء على أداء الأنشطة الاقتصادية، حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية في دفع مستويات النمو خلال الفترة، وبلغت نسبة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والتي تبلغ 85.2% خلال الربع الثاني من العام 2024. وفي الأعوام القليلة الماضية تم تنفيذ العديد من الأهداف التي تحققت قبل المواعيد المحددة لها ضمن خطة التعافي الاقتصادي وأولويات برنامج عمل الحكومة، وهو ما يؤشر على كفاءة وجودة التنفيذ. ومن بين القطاعات التي شهدت تنمية كبيرة قطاع المشروعات المالية والسياحة والتجارة، بالإضافة إلى الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال التي شهدت في الواقع نمو اقتصاديا وتطورات عديدة لتكون أحد أهم روافد الاقتصاد غير النفطي. هذا الانتعاش القوي يأتي بتزامن مع توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء في إجراء مشاورات لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، ما يعكس عمق الفائدة المحققة من الخطة ودورها في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في المملكة، ولعل من أبرزها تلك القطاعات غير النفطية التي تواصل مؤشراتها بالارتفاع وفقا للأرقام الدورية التي يتم نشرها.